الو، دكتور سمير، فك المايك من عندك الله يسعدك. يا مرحبا سيدي، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. حمدا لمن أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له. حمدا كثيرا دائم البقاء، مكافئا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا، وآله أفنان لوحة الشرف، وصحبه والتابعي نعم السلف. ما لمع البرق على أم القرى، وهتفت قمرية على الذرى. أما بعد، طابت جميع أوقاتكم بالخيرات وجميل المسرات. يسعدنا ويسرنا أن نقدم لكم اليوم لقاء ماتعا يحوي الجمال والفائدة والنور. وهذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ديوانية ومركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة. وعنوان هذا اللقاء: معالم ومواقع تاريخية ما بين مسار الفتح والحديبية. يكرمنا بإلقائه ضيفنا الدائم سعادة الدكتور سمير بن أحمد برقة، الحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وهو المؤسس لمركز تعارف والمستشار للمركز ذاته، إضافة إلى مهنته مهنة الطوافة كمطوف. وضيفنا باحث وكاتب في الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك خبير بمعالم السيرة النبوية ومواقعها وتنظيم الرحلات السياحية، إضافة إلى العديد من المهام والأعمال التي حظي ويحظى بها سعادة الدكتور سمير برقة. رحبوا معي أيها السادة والسيدات بضيفنا العزيز، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات في هذه الليلة المباركة من ليلة الجمعة، وهي آخر ليلة جمعة في هذا الشهر الفضيل، شهر شوال، وحندخل طبعاً خلاص حندخل أشهر الحج، فأستعدوا لذلك. حقيقة يعني أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز حي المسفلة، وتحديدا لأخي الدكتور محمد بن العميد محمد بن شاوي، وللأخوان والفريق العمل الذي معاه، الذي دائما يكرمونا حقيقة، يعني يحسن الظن بنا في تقديم ما لدينا من معلومات. وأنا حقيقة أنا أسير معكم في هذا الركب، ركب النبوة، ركب المعالم، المواقع التاريخية، لا سيما أنه إحنا اليوم مع يوم الأحد حيفتحوا الآن، يرفعوا الحظر عن هذه الجائحة، وكذلك هيئة السياحة الآن بتطالب بعملية التجوال في داخل معالم السيرة، معالم مواقع التاريخ. فحقيقة احترت ماذا أقدم، هل أقدم معالم مواقع تاريخية، وهي كثيرة بالمناسبة تفوق 360 موقع نبوي تاريخي، وفي مكة الواحدة يمكن 180 موقع، وواحد كفينا الحلقات ولا الساعات ولا حتى الأيام ولا حتى الشهور. فأنا أثرت أني أخذ فقط مساري الفتح والحديبية، اللي هم شمال مكة المكرمة، ونأخذكم في رحلة افتراضية إذا جاز التعبير، نناقش فيها معكم هذه الرحلة الافتراضية، هي رقمها 1071. نواكم تستعدوا أنه ننطلق لزيارة أهم المعالم النبوية والتاريخية التي موجودة في مسار الفتح أو في مسار الحديبية. طبعاً هو الانطلاق المفروض يكون من المدينة، من مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن احنا أثرنا أنه فقط نرحل معاكم فقط حول ضواحي مكة. فحنبدأ لو تتكرموا علينا، حنبدأ من عسفان اللي فيها طبعاً التفلة، وفيها بئر العثمان، وفيها القرية التراثية، وفيها قلعة عسفان، القلعة العباسية، ثم ننزل على برزة مكة، ثم ننزل على الوطية والرجيع، ثم سوق مجنة التاريخي، ثم نمر على سد وادي فاطمة، ثم عين الروضة، العين أبي عروة التاريخي،
مسجد الفتح في مرة الظهران، المأزمين، مكان استعراض الجند، شهداء معركة فخ، نمر على بقايا قلعة تراثية قرية أبي شعيب، القرية التراثية، أبار المؤسس، القصر التاريخي، الحديبية، الأميال الحجرية، السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، السيدة عائشة، مسجد التنعيم، متحف مكة، إلى أن نصل إلى كذلك إلى أن نصل طبعاً مروراً بقصر كوير، قصر عبد الله السليمان، قصر القبة، ووادي فخ، الإجابة، بيت السيدة خديجة اللي هو طبعاً فيه زقاق الحجر، المولد النبوي، مقبرة الخرمانية، الأبطح، المعلى، مسجد الجن، مسجد الشجرة، الغنم، راية الزبير، سيدنا خالد، مسجد الراية، إلى أن نصل إلى بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، إلى أن أدخل بكم إلى المسجد الحرام. أنتم طبعاً الآن شايفين المعالم كثيرة، لكن احنا حنستعرضها بشكل سريع جدا، لأنه هذه كلها تقع في نفس المسار، مسار الفتح أو مسار الحديبية. يهمنا أنه اليوم يوم الأحد أو في الأسبوع القادم أن كل واحد يأخذ عائلته وينطلق للوقوف على هذه المعالم ويشاهدها رأي العين أنها موجودة، يستزيد منها معرفة تقربا إلى سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأجمل لو وقفنا عند كل مكان نقرأ سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لن أطيل عليكم كثيراً، حنستعرض معكم بشكل سريع. حنبدأ الآن مع قرية عسفان. طبعاً لما نقول عسفان هو طبعاً هذا الوادي بالمناسبة سميت عسفان لاعتساف المياه أو الأودية فيها، لأنه مكان تجمع مجموعة أودية ثم تخرج من الشرق إلى الغرب وإلى أن تصب هذه المياه، مياه الأمطار من هذه الأودية في جنوب جدة، تحديداً في منطقة الخمرة. طبعاً عسفان هو الأصح بالضم، عسفان طبعاً وادي مبارك نزله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأل سيدنا أبو بكر، قال له يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح عليهم السلام، وفي رواية مر من هنا نوح وعيسى وإبراهيم، وصفهم حتى النبي أعطانا وصف كامل، قال إنه عليهم بكرات خطمها الليف، أزورهم العباء، أرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت، يحجون إلى البيت العتيق. لذلك سمي هذا الطريق هو طريق القوافل أو طريق درب الأنبياء. طبعا ذكروا كثير من الشعراء هذا الوادي، وادي عسفان، وهو كذلك في مجموعة أودية من ضمنها وادي مدركة واللصب ومجموعة من الأماكن. أشهر الأماكن الموجودة في وادي عسفان هو بالمناسبة يبعد عن مكة تقريبا حوالي 70 إلى 80 كيلو تقريبا. أجمل ما في هذا الوادي ما يعرف اليوم وادي بئر التفلة. طبعا ذكر في بعض كتب السير أو في كتب المتأخرين تحديدا أن هذا هو البئر الذي تفل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانقلب ماءه من ماء مالح إلى حلو. إلا أن هناك بعض المؤرخين لم يجدوا له نصا، وإن ذكر في مرآة الحرمين أو ذكروا مع الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان في أحد كتبه. كذلك هناك طبعا البئر بئر عثمان، وهذا بئر عثمان وهو بئر عميق فيه طبعا زي ما كان الخزن الاستراتيجي. بالمناسبة هذا وهذا وهذه الأماكن كلها في مكان واحد في داخل سور محافظ عليه. بئر عثمان بئر عميق سهل النزول إليه بالدرج. قيل أنه كانوا العثمانيين كانوا يخزنوا فيه بعض الأسلحة وبعض المونة في داخل هذا المكان. طبعاً قبل بئر عثمان هنا في قرية تراثية، هذه قرية تراثية وفيها بئر تراثي يعود إلى قبل الإسلام. ولما نقول طريق القوافل معناه أنه كانت كل القوافل العربية التي تأتي من الشمال، من شمال الجزيرة العربية مروراً إلى أن يصلوا إلى عسفان، كانوا يخيموا حول هذه المحطة اللي هو يسمى طريق القوافل أو طريق السلطاني، مروراً بطريق معروف بدرب الأنبياء، وفي أعلام حنشوفها يسموها الأميال إلى أن يصلوا إلى مكة المكرمة. طبعاً فيها قلعة مشهورة الناس يفكروها هي قلعة عثمانية، وهي حقيقة ليست قلعة عثمانية، إنما هي قلعة عباسية تعود إلى القرن الرابع الهجري، أصبحت أطلال، أتوا العثمانيين أعادوا وضعها كحصن ثم تهدمت
حتى أعادت هيئة السياحة الآن إعادة صياغتها بالصورة الجمالية التي ترونها الآن، وهي في طريق مكة جدة السريع، تضاء ليلاً وسهل الوصول إليها. فيها طبعاً في داخل هذه القلعة فيها بئر في الداخل، فيها غرف، فيها مواقع جميلة، فيها حدائق. هيئة السياحة عملت عمل جبار حقيقة في عملية المحافظة على هذه القلعة للحفاظ عليها طبعاً. وأما فيما يخص بئر التفلة وبئر عثمان والقرية التراثية والبئر التراثي القديم، طبعاً هو الآن داخل سياج حديد، هيئة السياحة معتبرينه منطقة سياحية أثرية. إلى الآن مركز محافظة الجموم عندهم في الربيع يسووا مهرجان ربيعي يعرضوا فيها جميع منتجاتهم وأشياءهم في داخل هذه القرية التراثية. مكان سهل جداً، لو دخلتوا على جوجل وضعتوا بئر التفلة هيعطيكم عن طريق الخرائط جوجل إيرث لسهولة الوصول إليه. هذه أول محطة الآن وقفنا عندها، ثم الآن لو تتكرموا تركبوا الحافلة سوف ننتقل إلى مكان آخر. والمكان الآخر قريب جداً من عسفان أو عسفان، هو اسمه برزة مكة، وهي تتبع هذه المنطقة، تتبع قرية مدينة خليص تحديداً. طبعاً هذا المكان الجميل هي قرية تتبع محافظة خليص، تبعد عن عسفان حوالي 20 كيلو وعن مكة حوالي 85 إلى 90 كيلو. سميت برزة مكة، وهناك من يسميها يعني منتزه مكة، منتزه الهدم. ميزة هذا المكان الجميل، فيها بحيرة لعلكم تلاحظوا، هذا كله بالمناسبة كل الصور اللي حتشاهدوها 90% هي من تصويري، وهي كلها من رحلات أنا قمت فيها مع مجموعة من الأحباب والأخوان. هذه البحيرة هي عبارة عن مكان لتجمع المياه، هي أقرب ما تكون لمنتزه للأهالي وللكثير من بعض الزوار، يلتف حولها طبعاً الأشجار وبعض الأعشاب الجميلة، فيها جلسات جميلة لكنها تفتقد حقيقة الخدمات البنى التحتية. في فترة الشتاء أو فترة الخريف كل الجبال اللي حوالين البحيرة أو طول الطريق كل جبال خضرة، سبحان الله، ما كأنك إطلاقاً في إنك حوالين مكة. هذه طبعاً مناظر خلابة طبيعية. البحيرة قد تصل طولها أكثر من 2 إلى 3 كيلو تقريباً. هي طبعاً تمتاز بمنطقة هطول الأمطار، مكان تجمع الأمطار، هي ما بين هدى الشام وعسفان وكذلك محافظة منطقة خليص. أنا أنصحكم الآن طبعاً أظنها موية قليل ما هي واضحة، لكن أول ما تشعر أن الجو بدأ يتحسن أو سمعت أنه في أمطار على طول أخرجوا خذوا عوائلكم، هذا منتزه قريب منكم يا أخوان يا أخوات، سهل جداً أنكم تروحوا وتشوفوا الطبيعة الخلابة في هذا المكان، اسمه برزة مكة. ننتقل الآن إلى مكان آخر بعد ما وصلنا عسفان، رحنا برزة مكة، الآن نبدأ في رحلتنا 1071 راجعين إلى مكة في مكان اسمه الوطية الرجيع. الرجيع، قبل ما أتكلم عن منطقة الرجيع خليني أقول لكم فين مكان منطقة الرجيع. الرجيع أو الوطية هي في قرية أو في حرة الجابرية، تبعد عن عسفان حوالي 15 كيلو وعن مكة حوالي 70 كيلو في الخط القديم، خط مكة المدينة القديم عن طريق الجموم وادي فاطمة عسفان. لو حطيته جوجل حطيته الوطية ممكن أوصلكم. المكان ليس صعب الوصول إليه، هو يبعد حوالي 2 كيلو أو 3 كيلو عن الخط القديم، بس تحتاج سيارات دفع رباعي للوصول لهذه المنطقة. سميت المنطقة بمنطقة الرجيع إلا أن هي مورد ماء كان يعرف فيما بعد بالوطية. طبعاً هناك من يسموه الوطية، منهم من يقول أنها، وهذه كل الروايات تحتاج يعني التثبت لأنها غير دقيقة، لماذا سميت بالوطية؟ قيل أنها لأنه القصواء بركت فيها، وقيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيم حولها وشرب من مائها، فأصبحت سبحان الله المنطقة لا تتجاوز يا أخوان، هي منطقة حرة، حرة منطقة صخور بركانية وجبال، المنطقة فقط لا تتجاوز يمكن 50 متر في 50 متر، وأنا بأشر بالإشارة 50 متر في 50 متر، فيها نبع مياه بهذا الشكل، نبع مياه لو ومجرى مياه. لو ذهبتوا بعد الخمسين متر محل ما انتم شايفين الأخوان اللي واقفين
حفرنا في الأرض ما وجدنا ماء إطلاقاً، إنما تأتي فقط لهذه المنطقة اللي هي تقريباً 50 في 50، يعني حوالي كام 50 في 50 2500 متر ما كانت أقل، تجد فيها منابع ماء. يعني لو حفرنا شبر تقريباً هتجد فيها مجموعة من المياه. طبعاً خلينا نرجع لكم إيش ليه سميت الرجيع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لقريش مجموعة من الصحابة، نفر من الصحابة يعلمهم القرآن، لكن غدروا بهم، وكان هم الصحابة، لابد أن نذكر أسماءهم، هم الصحابي الجليل مرثد بن أبي مرثد، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن الطارق، قتلوا غدرا على ماء الرجيع عند منطقة اسمها الهدى، اللي هو هدى الشام، واللي تقريبا قيل هذا مكانه. هذه منطقة جميلة جداً حقيقةً، تمتاز إنه فيها مصلى، حتى إنه المصلى له اتجاهين، اتجاه على القبلة واتجاه على بيت المقدس. في هذه المنطقة شرعت صلاة الخوف، المعروف إنه النبي كان في أحد خروجه أو معاركه أو غزواته خيم في هذه المنطقة مع أكثر من 1700 صحابي، ثم رجع إلى المدينة، لأنه كان أراد عندما بلغوا إنه قتلوا الصحابة الأجلاء غدرا. مكان جميل يحتاج حقيقة زيارة، بل حتى للأسف أنه الآن المنطقة كلها طبعا مكان أصبحت مكان مرتع للإبل والغنم، لذلك يحتاج فقط صبر لمنطقة الوصول. طبعا هناك ماهية المساحة الجيولوجية أعتقد، أو ما أعرف أي جهة، حاولوا يحفروا مكان تحت الأرض في عدة مناطق خارج هذه المنطقة، كانوا يحفروا في اليمين، في اليسار، في الشرق، في الغرب، من جميع الجهات، ما كانوا يجدوا ماء. أتوا في هذه المنطقة اللي فيها المياه، لو حفرنا هنا مثلاً، وحفرنا في أي مكان، سبحان الله تخرج الماء. بالمناسبة هذا المكان الماء ما تنقطع عنه ليلاً نهاراً صيفاً شتاءاً باستمرار، لو رحتوا الآن غداً حتجدوا نفس المنظر ده موجود، فقط المياه ترتفع أو تنخفض بشكل يعني واضح. الآن حننطلق طبعا في عودتنا من الرجيع إلى أن نصل إلى مكان اسمه سوق مجنة التاريخي. سوق مجنة التاريخي يقع تقريبا في شرق الجموم، شرق وادي فاطمة. بالنسبة للقادم من مكة هو متجه شمالا، يعني كأنه يخلي مكة خلفه، متجه إلى المدينة. عندما يصل إلى كبري الجموم يلف يمين مسافة تقريبا 10 كيلو، حيجد على يمينه قرية اللهم صل على سيدنا النبي، حيجد مكان قرية أظن أبو عروة فيها سوق مجنة التاريخي. إيش يعني سوق مجنة التاريخي؟ كلكم تعرفوا أنه هناك في الأسواق العربية كانت فيه ثلاثة أسواق، عكاظ وذي ومجنة أو مجنة وكذلك ذي المجاز. كانت هذه الأسواق العربية تبدأ كالآتي: في بداية شهر القعدة يبدأ سوق عكاظ وهو أكبرهم، وهو جهة الطائف، يستمر من بداية شهر القعدة إلى 20 القعدة، حوالي 3 أسابيع. بعد 20 ذي القعدة يتحرك العرب إلى هذا المكان سوق مجنة التاريخي، يجلسوا فيه من 20 القعدة إلى أول الحجة، إلى آخر شهر القعدة. في بداية شهر الحجة إلى يوم 8 يتحركوا في مكان آخر اللي هو سوق ذي المجاز جهة وادي مغمس، ويوم 8 يتركوا أشياءهم ويبدأوا العرب يحجوا إلى بيت إلى المشاعر المقدسة. فهذا السوق سوق مجنة، طبعا سميت مجنة نسبة للبستان، لأن جنة بمعنى فيها البستان، وهي منطقة كانت غنية بالبساتين، ولم يبقى في هذا السوق سوى هذه الأطلال الموجودة. مكان طبعا في جبل هناك مشهور، جبل الصفيرات، هو وكذلك مكان يعني حقيقة يحتاج الوصول إليه، سهل الوصول إليه إذا وصل برضو عن طريق جوجل إيرث، أو اللي حب إني أرسل له أنا الإحداثيات، سهل الوصول إليه. طبعا خلينا بس نتكلم، أنا تكلمت لكم وادي فاطمة، وادي فاطمة هذا الاسم المتأخر جداً اللي هو بدأ من القرن العاشر، لكنه حقيقة اللي يقرأ السيرة النبوية وادي فاطمة المقصود فيه مر الظهران. مر الظهران
في عدة روايات، مر معنا قرية ظهران الوادي، وهناك لا يقول مر معنا بالنسبة للمرارة، ومنهم ولماذا سمي طبعا وادي فاطمة؟ هناك يسموه انه كانت في خمسة فواطم، منها فاطمة بنت سعد اللي هي ام قصي بن كلاب جد النبي الاكبر، وهناك فاطمة بنت رسول الله، وفاطمة الخزاعية اللي هي الطبيبة، وفاطمة بنت الشريف امير مكة، وفاطمة الطبرية. الأصح في الرواية انه سمي وادي فاطمة نسبة للقرن العاشر يعود الى فاطمة بنت الشريف امير مكة اللي هو ثقبة بن رميثة، وهو الأقرب والأصح، التي توفيت في عام 828. فلما نقول سوق مجنة فهو في وادي فاطمة. وادي فاطمة اسم متأخر الذي هو أصلا مر الظهران. إذا قرأتم في السيرة النبوية تحديدا في مسار الفتح في فتح مكة تجدون أن النبي خيم في مر الظهران. مر الظهران اللي هو اليوم يعتبر وادي فاطمة. هذا الموضوع ببساطة نحن نحاول نكسب أكبر قدر ممكن من الوقت عشان تطلعوا على معلومات وصور كثيرة قبل الانتقال إلى محاور أخرى. طبعاً بعد ما إحنا لاحظوا الآن ما جلنا في رحلتنا 1071، والكلام اللي بتحدث عنه كله يقع في مسار واحد، يعني فقط إذا كان هذا المسار إحنا بس نخرج قليلاً يميناً أو يساراً، لكننا ماشيين بنفس المسار. أنا لن أتحدث عن قصة فتح مكة لأنه ما هو موضوع حلقتنا هذه الليلة، لما احنا نتكلم عن المواقع والمعالم التي تقع على مسار الفتح ومسار الحديبة. فهذه أهم المعالم التاريخية بحيث نستطيع أنه كل واحد يأخذ عائلته ويقف عليها. طبعاً بعد سوق مجنة بحوالي يمكن 10 كيلو أو أكثر، وأنتم متجه من الشرق الجموم، متجه على طريق السيل، في وادي سد اسمه وادي فاطمة. طبعاً السد أنشئ في عام 1405، اللهم صل على سيدنا النبي، أنشئ في عام 1405، ارتفاعه عالي، مساحته تقريباً 441 كيلو، هو يتبع قرية أبي عروة، فيه مزارع كثيرة. وقت الأمطار هذا الوادي كله سبحان الله كلها هذا الوادي يمتلئ بالمياه، وتنصب وتأتي المياه الأمطار من الشرق إلى الغرب إلى أن يمر بوادي فاطمة إلى أن يصل إلى جنوب جدة ويصب في الخبرة اللي هي جنوب جدة. من العجيب أن وجدنا نفس الخرزات حقت السيدة الزبيدة منتشرة هناك بشكل كبير بشكل جمالي. المنطقة حقيقة فيها مزارع، فيها أماكن تستاهل الزيارة. السد سهل الوصول إليه، ارتفاعه تقريبا أكثر من 15 متر، طوله حوالي 440 متر تقريبا، فيه لوحات، سهل الوصول إليه، فقط تحتاج همة وعزيمة وسهل الوصول إليه، وحتى أماكن تعيش الحياة الطبيعية بشكل واضح. طبعاً زي ما قلنا أنه أنشئ في عام 1905، طول الوادي تقريباً 210، يأتي زي ما قلنا يأتي من الشرق ونزولاً إلى الغرب. سكنته طبعاً هذا الوادي وادي فاطمة سكنته قبيلة خزاعة وبني الديل ابن بكر اللي هي من قبيلة كنانة. إحنا لما نقول قبيلة بني الديل ابن بكر هي القرية التي اعتدى عليها بعد صلح الحديبية، وزعيمهم هو الذي ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وطلب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قريش نقضت لأن خزاعة نقضت العهد، فكان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جهز جيشا قوامه 10,000 صحابي لنصرة هذه القبيلة التي انتهكت الصلح. الآن حنرجع ما حنكمل إلى جهة الشرق، حنرجع مرة ثانية. أبغاكم تتخيلوا إحنا في الرحلة الآن 1071 بعد ما وصلنا إلى وادي فاطمة الشرق، حنرجع الآن إلى الغرب، حنجد بعد سد وادي فاطمة بحوالي 5 كيلو، وهذا مكان صعب الوصول إليه، عين الروضة أو عين أبي عروة. كانت بالمناسبة لما نقول وادي فاطمة زي ما قلت لكم هو كان وادي كله بساتين، تمر فيه المياه بطول حوالي 210 كيلو، فيه له آبار تنبع لكن للأسف كلها جفت،
عشان نصل لهذا المكان أخذنا يمكن أكثر من ساعتين ما بين رمال وصخور، فصعب الوصول إليه إلا سيارات دفع رباعي. وجدنا فيه هذه المعالم التاريخية الواضحة كما تشاهدونها، مجرى المياه، شوف كيف عاملين سدود، هذه حديثة عاملين أنابيب، هذا مكان المياه تأتي من تحت الأرض من نفس مرور الوادي، من نفس الوادي حق وادي فاطمة يأتي عند البئر أو عند عاد العين، فتنبع المياه منها ثم تخرج بهذا الطريق إلى أن توزع لصالح المزارع والبساتين في تلك المنطقة. طبعا وعين الروضة وعين أبو عروة كانت لها أهمية تاريخية كبيرة، إنها كانت تقع طبعا في نفس المسار، مسار القوافل أو طريق ما يسمى يعرف طريق الحج السلطاني أو طريق القوافل أو طريق درب الأنبياء، وهي طبعا تتبع كلها تتبع قرية أبي عروة التاريخية اللي هي قبيلة أظن أبي حسين. طبعا الآن حننتقل إلى مكان معلم آخر وهو مسجد الروضة. هذا المسجد عجيب ليش؟ في داخله في محرابين، ليش إلى الآن لغز لم أحد يكتشفه حتى الآن، بقدر ما بحثت أنا حقيقة لم أجد يعني لماذا فيه محرابين. كان طبعا فيه كانت مزولة شمسية، فيه طبعا هي مسكن للكثير من الأشراف العنقاوية طبعا، وهذا المسجد هو يقع شرق الجموب، بناء العثمانيين اللي هو الأتراك في وادي فاطمة، فيه لو قلنا محرابين. هيئة السياحة اهتمت فيه حقيقة وأعادت بناؤه بطريقة جميلة، لكن للأسف تركته، ما أردت أن أصور لكم هو من الداخل لأنه شيء يحزن، أصبح يعني مكان مخيم للحشرات ولبعض الزواحف الصغيرة، لكن أصبحت مكان مخيم فيه. طبعا هو عليه سياج حديد، هيئة السياحة ما زالت محافظة عليه، مكتوب عليه لوحة إنه منطقة سياحية يجب الحفاظ عليها. هو حقيقة يقع بالمناسبة زي ما قلنا مسجد الروضة يقع في نفس طريق القوافل وحوله الأميال الحجرية، حنشوفها في صورة أخرى إيش يعني كلمة أميال حجرية. بشكل سريع أميال حجرية معنى علامات الطريق، حنشوف نموذج أو نماذج لها. ميزة هذه القرية أنها كانت محطة قوافل للحجيج في القرن الماضي، وهي أقرب ما تكون محطة أو مكان لتجمع الجند. أجمل ما فيها أنه حوالينها فيها وفرة مياه عيون، فيها مزارع مشهورة، فيها بساتين، سبحان الله وإحنا في رحلتنا وجدنا هناك البساتين الكثيرة ممكن تدخلوها وتشتروا من عندهم الورود بأشكال وألوان والزهور. الآن بعد خلينا متجهين إلى الغرب إلى أن نصل مسجد الفتح. مسجد الفتح هو هذا أهم مكان بالنسبة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في مسار الفتح. هذا المكان اللي خيم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في مر الظهران اللي هو وادي فاطمة والجموم، وكان معه أكثر من 10,000 صحابي، وقيل هنا طبعا أتى أبو سفيان وأسلم على حينما ركب ناقة النبي القصواء، وحوار معروف من يقرأ القصة وفيها مع سيدنا العباس. المسجد أزيل ولم يبقى منه إلا القديم فقط المحراب، ثم أتى الشيخ بكر قطب في عام 1397 في شهر رجب أعاد بناء المسجد بهذا الشكل. لكم أن تتخيلوا لما يقول النبي معاه 10,000 صحابي، معناه الصحابة كانوا كلهم في هذا الوادي وكانوا يحملوا الشعلات النار حسب ما أمرهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خيم النبي هنا في يوم 17 ليلة 18 رمضان من السنة الثامنة، وصبيحة يوم 18 تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الجيش واستعرض الجند. هذا مكان اسمه المأزمين، قريب من مسجد الفتح حوالي يمكن 4 كيلو أو أقل، مكان جبلين. لما نقول مأزمين مكان جبل وجبل وادي ثم يبدأ يضيق حتى يصبح بين ممر جبلين فيسمى المأزمين. النبي وقف عليه الصلاة والسلام
وكان معه طبعا سيدنا العباس وابو سفيان، وكان ابو سفيان يسال سيدنا العباس من هؤلاء، كان يقول له هذول ثقيف، هذول بني سليم، هذول الاوس الخزرج المهاجرين، كان يستعرض القبائل. فنزل الرعب في قلب ابو سفيان، فلذلك تعرف القصه حينما ذهب الى مكه قال لقد اتاكم محمد بجند لا قبل لكم به. طيب ايش الحل؟ الحل من دخل داري فهو امن، من دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل داري فهو امن. هذا طبعا معانا سعاده البروفيسور الدكتور معراج مرزا، هو كان دليلا حقيقه، وهذا كان وفد معاد الصحفي المعروف عمر البضواحي، الدكتور فايز جمال، هذا ابن الدكتور معراج وحبيب الاستاذ حسن عبد الشكور. حقيقه كان لما بدانا نحدد نوعيه المسار، هذه كانت احد الرحلات العلميه التي وثقنا فيها مسار الفتح. الان خلينا نرجع قليلا، احنا كنا في الشرق، هنبدا نكمل الغرب، كاننا نازلين يا اخوان يا اخوات من الجموم، رايحين فين؟ رايحين الغرب جهه حده، خط مكه جده القديم. بعد ما نعدي منطقه الفتح اللي هو الجموم، في هناك قريه اسمها قريه ابي شعيب، فيها بقايا قلعة تراثية، وهو إذا كانت كأنها حصن، حصن كبير، لكنه ما لعلكم تلاحظوا هذا السور ارتفاعه يمكن 5 متر، مسور بشكل رباعي، لم يبقى منه إلا فقط بعض الأطلال القديمة، ولكنه في الداخل كأنه كان مكان التجمع. للأسف مهمل، ليس عليه أي حماية، هو في داخل القرية، يعني يحتاج اللي يصل إليه برضه عن طريق جوجل إيرث، يحط قرية أبي شعيب القرعة أو الحصن، يستطيع أن يصل إليه. وهي منطقة بالمناسبة منطقة الأشراف البركاتية منتشرين في ذلك المكان، وفيها طبعا شجر مشهور جدا في هذه المنطقة اللي يسووا منه القطن، ما أعرف اسمه، نحن نسيت اسمه لكن إن شاء الله افتكره. المهم هذه الحصن أو القرعة التراثية محاطة بين المباني وبين المساجد، مسجد حولها وبعض المباني، لكنها حقيقة تشعر أنه في تاريخ، في تاريخ، في حضارة مرت من هنا أو كانت هنا أو بدأت تدون للتاريخ في هذا المكان. طبعا بعد ما نخرج برضو نزولا احنا متجهين إلى الغرب، حنمر بالقرية التراثية. هذه القرية التراثية حقيقة هي في نفس الخط، الخط اللي يربط ما بين وادي فاطمة وحدة. طول الطريق وانتم تشاهدوا بعض القرى التراثية اللي هي بهذا الشكل، سبحان الله وقفنا عندها، صورنا هذه القرية، لاحظنا هذا المبنى اللي على اليسار، شوفوه هو أقرب ما يكون اللي راح مسجد بيعة العقبة في جهة الجمرات، شبيه له، ما زالت متماسك بأشكال الطينية، بعض منه رمم بالحجر، في بعض الدرج، كان في دور ثاني، فيها بعض القرى، فيها جبال تاريخية، الجبال هذه اللي تشاهدوها في الخلف هذه جبال مهمة، هذه مر من تحتها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلح الحديبية في من جهة فج الكريمي أو الكريمي، مشهورة من الجبال العالية التي لم تكتشف حتى الآن. وفيها طبعا هذه الجبال التي خلف هذه القرية فيها الكثير من الحيوانات البرية. تمتاز هذه القرية بأنها على أرض منبسطة قريبة جدا من الشارع، لعلكم شايفين الشارع الرئيسي، لذلك اللي يجي من اليسار يروح على اليمين حيشاهدها، امشي على ببطء، فيها أشجار جميلة، ممكن واحد يقعد مع أهله يعمل يقيل فيها، يتغدى، يشرب فيها شاي قهوة، أو حوالين هذه الأطلال الجميلة. في داخل هذه الأطلال تجد العديد من الآبار التاريخية المحفورة في داخل هذه البيوت، في داخل هذه البيوت القرية التراثية، في داخلها العديد من المعالم الجميلة، حقيقة في التصوير رائعة. أنا أنصحكم يا أحباب يا كرام، فرصة الآن يوم الأحد كل واحد يخرج بأسرته، وقريبة ما تبعد عن مكة أكثر من حوالي 30 كيلو تقريبا، 30-35 كيلو، تروحوها لكم خيارين، إما تجوا عن طريق الجموم وتطلعوا الكوبري وتروحوا يسار وكأنكم رايحين جهة الغرب، أو تجوا من جهة الحديبية وتدخلوا من جهة حدة كأنكم متجهين شرقا إلى جهة الجموم.
ما أماكن جديرة حقيقة بالزيارة والاهتمام. هذه أحد المعالم التاريخية القريبة ما بين الحديبية وما بين مسار الفتح. الآن لو انتقلنا وصلنا إلى حدة هنجد هناك مجموعة آبار، هذه البيرين الموجودة وهي تعتبر آبار المؤسس. المقصود بالمؤسس مؤسس هذه البلاد طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه، بنى أو أعاد ترميم هذه الآبار في عام 1363. إحنا كنا هناك في زيارة لها والحمد لله وجدنا إعادة ترميمها، وضعوا بدأ يحطوا اللوحات، وكنا في زيارتها كنا في آخر رجب قبل ما يصير المنع التجوال بحوالي يمكن 3 أيام. صورنا المكان هو داخل سياج قريب يعتبر 3 أو 4 آبار، هذا البئر الأول وهذا البئر الثاني، هو قريب من حدة تحديدا خلف مستشفى وزارة الصحة اللي هو معروف أظن ابن سينا أو مركز السموم خلفه تماما. ثم لو تحركنا قليلا حنصل إلى البئر اللي تعرفوه اللي هو عند حدود الحرم عند نقطة التفتيش يسمى بئر المؤسس. هذه القبة البيضة الناس يفكروها إن ما لها هدف، لا هي هدف، كانت الموية تخرج من البئر تخزن في داخل هذه القبة اللي كانت صحراء عشان يحافظوا من المياه إنها ما تجف بسبب الحرارة. هذه صورة طبعاً قديمة قبل ما يتم رفع تسوية الأرض وارتفاعها. يمتاز هذا البئر المؤسس هو بئر تراثي قديم قيل إنه جاهلي، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أعاد ترميمه لأنه كان يقع في طريق القوافل وعليه حدود الحرم التي وضعها أبونا إبراهيم عليه السلام. أماكن جميلة جديرة حقيقة بالوقوف والاستمتاع وأخذ الكثير من معالم التاريخ. الآن حنبدأ طبعاً جنب البيرين هذه أخوان جنب أو أخوات جنب هذه البيرين في قصر تاريخي قصر الملك عبد العزيز وهو حقيقة من أجمل القصور التي رأيتها حقيقة، لكن ما قدرنا ندخله لأنه زي ما أنتم شايفين عليه سياج حديد ماخذ مساحة كبيرة جداً يمكن حوالي 100 متر في 100 متر. شوفوا الفخامة اللي فيه، شوفوا الأشكال الجمالية. أتمنى هيئة السياحة أن تفتحوا لتمكين الناس من زيارته بعد الاهتمام فيه. في له آبار حوالينه طبعاً بعض الأشجار والنخيل بعض البساتين الخفيفة. القصر طبعاً له قصة، قيل أنه هنا للملك عبد العزيز حينما سلمت جدة، وقيل انه حينما انه كان في بعض الاتفاقات مع بعض الدول بعد ما دخل الحجاز. القصر يقع تماما مباشره خلف مستشفى ابن سينا، في هناك الله يسلمنا ويسلمكم في سجن حده، ويقع هذا القصر بينهما منطقه حساسه، لكن يقع هذا القصر ما بين خلف مستشفى ابن سينا مستودعات وزاره الصحه وما بين هذا المبنى وحوالينه طبعاً هذه الآبار البيرين القريبة، يعني كلها في قطر لا تتجاوز يمكن قطر 2 كيلو في 2 كيلو فيها 4 معالم تاريخية جديرة جداً بالوقوف والاستمتاع بهذا المكان. أنا سامحوني بحاول أتكلم بشكل سريع بحيث نعطيكم فرصة اللي حب يسأل نقدر نرجع لكل صورة. طبعاً حنكمل الآن في رحلتنا 1071 الافتراضية، حنصل إلى بعد ما قصر التاريخ حنصل إلى الحديبية مكان ما خيم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مكان الحقيقي الذي يجب الاحتفاء به هو هذا المكان بئر الحديبية، هذا اللي ورد في السيرة إن النبي قاعد على فوهته وفار منه الماء عليه الصلاة والسلام، وكان معه 1400 صحابي في أصح الأقوال، وبيعة الرضوان حدثت في هذه المنطقة تحديدا في هذه المنطقة، لأنه البئر هنا تحت، البئر هنا على تحت المظلة دي على اليسار، وهذا المكان فيه آثار بقايا مسجد القديم مسجد بيعة الرضوان موقعة الشجرة في هذه المنطقة، وهذا السور اللي هو هذا مقبرة، لكن هذه المنطقة المهمة هذا والبئر هذه منطقة. للأسف البئر اليوم أصبح داخل حمى شركة مستودع للحديد، وإن شاء الله طبعا نحن مبلغين أنه يتم إزالة الشركة
وهيئة السياحة والهيئة الملكية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن إن شاء الله يكون عندهم اهتمام واسع في هذا المكان. المعروف عند الناس هو الحديبية. هذا المكان حقيقة هناك خلاف بين المؤرخين المتأخرين، منهم من يقول إنه هو مجرد معلم تاريخي والدكتوراه في الدراسات الإسلامية. عفوا أكمل. طيب خلفه في مسجد مكتوب عليه مسجد الحديبية، هذا الأثر القديم. على الأقل يعني يكفينا نعطيكم معلومة بسيطة إنه الحجر المبني في هذا المسجد هو نفس يسمى حجر الشماسي، هو نفس الحجر الذي بنيت في الرواق القديم للمسجد الحرام. وأغلب بيوت مكة القديمة كانت تبنى من حجر الشماسي. المكان حقيقة طبعا احنا وقفنا مع الجهات الرسمية لهذه المواقع كلها، بل حتى هذا العرض اللي انتم بتشوفوه يا أحبة يا كرام عرض على الجهات المعنية، وإن شاء الله طبعا أنا يعني ماني مخوة أتكلم عنهم، لكن أعلم يقينا أنهم هم مهتمين بهذه الأمور، وإن شاء الله كما فاجأونا بغار حراء وغار ثور نسمع كذلك اهتمامات قادمة أو برامج أو مشاريع قادمة لهذه المعالم التي احنا استعرضناها معاكم قبل قليل. طبعا بعد الحديبية حنرجع مرة ثانية نكمل مسار الفتح. أنا قلت لكم تفتكروا الأميال الحجرية، كنت بتكلم عن المسجد الروضة إلى أبو محرابين، أو لو قلت عند سوق مجنة قلت هناك في شيء يعرف الأميال الحجرية. الأميال الحجرية هذه نماذج لها، هذه نماذج لها. المقصود بالأميال الحجرية أخوة أقرب لكم الصورة، بس إنه زي أنت الآن تروح من مكة إلى جدة أو من مكة إلى المدينة، كل بعد 10 كيلو تجد لوحة مكتوب إنه الأكحل بعد 20 كيلو، المدينة 200 كيلو. السابقين العباسيين وما قبلهم اهتموا بهذا الطريق اللي هو طريق درب الأنبياء، كانوا يضعون هذه العلامات أحجار أميال حجرية. كلمة ميل يعني ميل مسافته 1670 متر تقريبا. لو أخذت أي جهاز الجي بي إس ووقفت عند هذا المعلم وجيتوا أمشوا حوالي 1500-1600 متر أبدأ أبحثه حتجدوا في معلم موجود. هذا المعلم موجود منه جهة نقطة التفتيش عند النوارية في واحد معلم هناك، وفي معلم قريب من مسجد الفتح في الجموم، وفي معلم موجود جهة خليص، وفي معلم جهة عسفان. عدد المعالم الأميال الحجرية حوالي 225 ميل ومعلم. إحنا وقفنا على أكثر من 75 ميل وثقناها صورناها مع فريق علمي متخصص في هذا الموضوع. وللأسف الناس ما عارفين قيمتها، بالذات لما تكون في مشاريع فإما تزال أو تهدم أو أنها تسرق أو أي شيء آخر للأسف. هذه الأميال زي ما قلت لكم كانوا يهتموا فيها بعناية، حينما يضعونها للقادم من المدينة من الجنوب من الشمال إلى الجنوب كانت دائماً الأميال تكون على يمينه. ليش؟ عشان تعرف الاتجاهات إنك أنت متجه شمال خلفك متجه عفواً جنوب، إذا كانت المدينة خلفك المدينة يصير خلفك شمال، مكة أمامك جنوب، يسارك شرق يمينك غرب. غرب معناه أنت بتمشي بحدود الساحل ساحل البحر الأحمر، يعني كانت تضع بعناية. بل حتى إنه لما كانوا يأتوا عند أماكن اللي فيها سيول أو شيء كان يضعوا سدود لرد المياه. منتشرة بأشكال غريبة عجيبة. أطول معلم بارتفاع يمكن أكثر من قامة الإنسان حوالي مترين تقريبا، وفي بعض منها لا مقصوصة جات يمكن صاعقة ضربت هذا الميل. هذه كلها موثقة مع جامعة الملك عبد العزيز كلية تصاميم البيئة، وهذه أحد الأعلام الموجودة. لعلكم تلاحظوا بعض الأخوان كنا نبحث عن بعض المعالم الأخرى. طبعا الآن بعد ما نعدي من نقطة الجموم ثم منطقة الشمال منطقة النوارية اللي قلنا فيها معلم، حنأتي إلى قبر أمنا السيدة ميمونة. هذا في طريق مسار الفتح. السيدة ميمونة كلكم تعرفوه في النوارية في وادي سرب. النبي خيم في عمرة بعد الحديبية في السنة السادسة، لما رجع في السنة السابعة جلس مسجد الإجابة في خيف بن كنانة، لكن قريش ما سمحوا للنبي أن يجلس في مكة أكثر من 3 أيام. خرج وخيم في هذا الوادي في وادي سرف،
وهنا عقد على أمنا السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية في السنة 7 من الهجرة. ثم عاشت بعد النبي 43 سنة وقيل أكثر، فتوفيت فدفنت في مكان زواجها، هذا قبرها، هو مكان زواجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه حق الرضا، قبرها هو مكان زواجها رضي الله تعالى عنه وأرضاه حق الرضا. طبعا لعلكم تلاحظوا هذا الشارع ما في خط خدمة، هذه أحد مآثر الملك خالد رحمة الله عليه أنه أوقف خط الخدمة للحفاظ على مكان قبرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه حق الرضا. طبعا لو طولنا في معالم كثيرة حقيقة تجاوزتها، كمكان مقصلة أهل قريش، مكان ما أعدم سيدنا خبيب بن عدي، ثم وصلنا إلى مسجد السيد عائشة التنعيم، هو المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمنا السيد عائشة أن تذهب فتحرم من هذا المكان، هو أقرب نقطة إلى مكة إلى المسجد الحرام حوالي 7 كيلو. إلا همنا أحبابي أخوان هذا المعلم حدود الحرم، لعلكم شوفوا الصورة اللي في الوسط، في المعلم القديم حدود الحرم القديم والحد الجديد. هذا المعلم القديم على رواية الدكتور فواز الدهاس، لعله يمكن ذكرها في أحد محاضراته وفي أكثر من مناسبة، إنها تعود للقرن 4 الهجري، يجب اليوم حمايتها ووضعها داخل سياج خوف لا سمح الله من إزالتها، لأنها تعتبر تاريخ. إحنا نتكلم عن تاريخ، وعنا نتكلم عن تاريخ أمم سابقة، يعني لها أكثر من 1000 عام هذا المعلم اللي بتشاهدوه 3 جهات، واحد هنا على اليمين، واحد في الوسط، واحد هناك في على اليسار. بالنسبة للجاي من مكة متجه إلى المدينة، أو الجاي من المدينة تصبح هذه حدود الحرم، يجب الحفاظ عليها. هذه كلها معالم تاريخية، يجب لما نمشي بخط مستقيم نحاول نستطلع المعالم التي عن يميننا وعن يسارنا عشان نعرف تاريخنا بشكل واسع. طبعاً بعدين نزولاً حنوصل عند الشهداء، دام تسمعوا حي الشهداء، سمي حي الشهداء نسبة للشهداء آل البيت، المعركة التي حدثت ما بين العباسيين والعلويين، هم كلهم بني عمومة، استشهد مجموعة كبيرة من شهداء آل البيت في معركة اسمها معركة فخ. فخ هو اسم الوادي الذي يأتي من الشرق إلى الغرب، يقطع مكة من شرقها لغربها، استشهد جملة كبيرة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا سيدنا سليمان إدريس الأكبر خرج وراح المغرب وأسس ابنه دولة الأدارسة المعروفة. طبعا حول المقبرة توجد هذه أطلال قلعة قديمة. سبحان الله، اللي عنده همة يحاول يتسلق الجبل ويطلع حيشوف نماذج أو نموذج لبيوت أهل مكة، كيف كانت الدواليب محطوطة في داخل الجدران، طريقة النورة، طريقة الألوان، هذه كلها موثقة ومصورة، فقط تحتاج اهتمام وزيارة. طبعا هناك رواية، وكان في رواية ضعيفة، إن مدفون في مقبرة الشهداء سيدنا عبد الله بن عمر الخطاب، هذه رواية ضعيفة، الرواية الأصح نشوفها في مكان اسمه مقبرة الكرمانية. طبعا في طريقنا في متحف مكة للآثار في نفس المسار تقريبا، بس للتشويق، هذه وضعناها فقط للتشويق لأنه نتكلم تاريخ. طبعا معروف متحف مكة للتراث والآثار اللي هو بناه الملك عبد العزيز في عام 1364، وفي بعض المعالم التاريخية الجديدة المهمة التي تستحق حقيقة الزيارة. ثم قصر كوير اللي أعتقد اليوم كتبوا عنه، هو لأحد بيت العمودي بشنم العمودي، من القصور الجميلة قائم على ربوة الآن محافظ عليه، أعتقد الأمارة وهيئة السياحة والهيئة الملكية وبرامج خدمة الضيوف الرحمن كلهم مهتمين. القصر جميل، عبارة عن 5 طوابق تقريبا، إما كان بالخارج يصبح 6 طوابق، في له إنارة، في له إضاءة، في له أنوار، أنا حقيقة صورته قطعة قطعة، غرفة غرفة، حقيقة ما فاتي من فضل الله شيء. والجميل أنه هذا الباب الرئيس مش هذا، عند مدخل البيت باب مكتوب يا داخل الدار صلي على النبي المختار. طبعا لو نزلنا الآن برضو على جهة القشنة حنمر على هذا القصر، قصر عبد الله السليمان، هذا من الداخل، هذه بعض الصور الداخلية قصر عبد الله السليمان. طبعا هي كلها قريبة في نفس محيط مسار الفتح، قريبة من محيط مسار الفتح. بعد عبد الله السليمان طبعا في قصر أخوه حمد السليمان اللي هو أمام مستشفى الولادة قريب من بئر طوى، هو عبارة عن 3 بيوت. هذا قصر الكريمي أحد الأشراف، ثم قال إلى حمد السليمان، ويعتبر من القصور الجميلة. بجواره
اللي همنا الآن طبعاً اللي همنا اللهم صل على النبي مقبرة محمود. مقبرة محمود هذه نقطة تحتاج بس نتوقف عندها. مقبرة محمود اللي هي هذه المقبرة على اليسار هنا أخوان قصر التيسير، ثم تأتي عمارة بعيسى، ثم تأتي مقبرة اسمها الشيخ محمود. من هو هذا محمود؟ اللي هو هذا، لو جيت كده من هذا الشارع التيسير، لو لفيت يمين على جبل الكعبة، لو رحت يسار تنزل على جهة جرول. هذه المقبرة مدفون فيها الحفيد الثاني أو الثالث سيد عبد الله، سيدنا العباس بن عبد المطلب، وكذلك مدفون فيها أحد الصحابة سيدنا أظن أحد السلمي، والثالث محمود ابن إبراهيم بن أدهم ابن العالم الجليل الصوفي الكبير إبراهيم بن أدهم. طبعا القبة، لما تسمع القبة أو قبة محمود، القبة كانت موجودة على داخل المقبرة، داخل المقبرة، لأنه هناك تحتاج توضيح. لو كان معنا العمدة طلال الحساني كان ممكن يفيدنا أكثر، إنما نحن حنقول لكم هذه المشهورة بمنطقة القبة، القبة قبة جرول أو قبة التيسير. طبعا جنبها، جنب القبة، كان هناك خلفه مسجد، هو مكان مصلى النبي، مصلى النبي. النبي لما جاء في فتح مكة خيم في هذا الوادي، وادي ذي طوى، وكان مكان مصلى خلف القبة. أزيلت القبة وبني مكانها مسجد، المسجد لم يستمر طويلا، ثم المنطقة كلها الآن أصبحت في داخل التوسعة. لكن المكان بصفة عامة، اللي يقول القبة ويصر على أنها قبة، هو بيتكلم من منطلق تاريخي صحيح إلى قبل 100-150 سنة. إحنا لما نقول مصلى النبي بنرجع للتاريخ قبل 1400 سنة. فلذلك يعني ما أعتقد بيننا خلاف لما نقول أنه عشان نخرج من هذا الخلاف، نقول هذه المنطقة كلها هي كانت مصلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قريب من مصلى النبي أو القبة أو المسجد، في طبعا بئر طوى. البئر طوى طبعا برضو خلاف بين المؤرخين متأخرين، هل هو البئر الذي اغتسل منه النبي؟ هل هو البئر الذي مر عليه 1000 نبي؟ هل هي أبار المرأة مر عليها 70 نبيا؟ المهم أنه هو بئر، هو الوحيد الموجود. الذي يكون بئر عنبسة خليه يظهر لنا هو ما هو موجود، لأنه البئر الوحيد الموجود هو هذا. هذا من التصويري، البئر فيه ماء من الداخل، أو اللي يفكروا الناس مسجد، هو حقيقة ليس مسجد، هو فقط بئر لا يتجاوز 3 متر في 3 متر. هذا هو البئر في داخله، في داخله في جلسات، واحد يأخذ من البئر من الماء ثم يجلس في هذه الزاوية ويغتسل بماء بئر طور. طبعا من يريد أن يشاهده يعني بفيديو، يدخل على جوجل ويضع بئر مسار الفتح، يطلع تصوير مصور لصالح قناة الإخبارية وقناة العربية وبعض القنوات الأخرى. أنا حاول أتكلم بشكل سريع. طبعا هذا الوادي، وادي فخ، اللي هو المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثنية البيضاء أو الخضراء، مرورا بوادي فخ. الوادي هذا اسم الوادي، الوادي للأسف كان فيه طبعا في سد الملك عبد العزيز بناه في عام 1363، للأسف الآن قبل سنتين أزالوا أطرافه، وكان فيه وحات وفيه له آبار بهذا الشكل. الآن لو رحتوا يا أخوان، اللي هو خلف الورش اللي يأتي من طريق الحج أو من جهة الورش الصناعية، يجد هذه الوحات موجودة بهذا الشكل، فيها مجموعة آبار، فيها جلسات مرة جميلة حلوة. النبي مر من هنا ودخل عليه الصلاة والسلام من أعلى مكة من جهة ثنية أذاخر، مرورا إلى أن خيم في وادي في نزل في خيف بني كنانة. هذا خيف بني كنانة مكان نزول النبي في مسجد الإجابة. المكان طبعا أثري قديم، البناء الحديث بناه الشيخ إبراهيم العنقري، وفي آثار تثبت أن المسجد قديم. هنا خيم النبي برضو في عدة روايات، أنه قيل أنه خيم في عمرة القضاء، وقيل أنه نزل في فتح مكة، وقيل أنه حتى لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين نزل في هذا المكان. طبعا بعدين قريب من مسجد الإجابة، خلف أمانة العاصمة،
في مقبرة، مقبرة الخرمانية، في مقبرة سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في أصح الروايات هذا مبنى العاصمة، مبنى أمانة العاصمة المقدسة، هذا القبر، في مجموعة قبور، هذه المقبرة اللي هي عند يسارا في إشارة تدخلك على ريع أذاخر، ولو رجعت على الخلف ينزلك على الأبطح. الأبطح هو مكان نزول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. دائما تسمع حتى في القصائد محمد العربية الأبطحي، نسبة للأبطح اللي هو الآن تقريبا أقرب، نقرب لكم صورة أكثر، هو مكان عمائر الجعفرية، هذا أقرب مكان، مكان تخييم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نقول حتى الأبطح، إنه لما نقول إنه في نفس المنطقة هذه الذي كان يعذب فيها المسلمين اللي كانوا يؤمنون، منهم سيدنا بلال لما كان يقول أحد أحد، ليس بطحاء قريش، هذه البطحاء الأبطح هي البطحاء، بطحاء مكة، لأنها كانت خارج حدود المباني المسجد الحرام. طبعا مرورا حنمر بقبر أمنا السيدة خديجة، وقبر ابنها، وقبر أجداد النبي وأعمام النبي، والمقبرة لما جاء في فضلة إنها مقبرة مكة، يبعث منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. طبعا هذا الحجون مكان دخول صعد ثنية كداء، قيل هو سيدنا الزبير وقيل سيدنا أبو عبيدة، وقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في أسفل الطريق، حتى أتى النبي عند مرورا بمسجد الجن، مسجد ثم مسجد الشجرة، إلى أن وصل سيدنا الزبير بن العوام وقيس بن سعد في هذا المسجد اللي هو كان قدام البريد عند قريب من الشرطة، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رأي سيدنا خالد بن الوليد، دخل من جهة الشبيكة وحارة الباب، لعلكم كلها تعرفوها هذه المسألة. لما نقول رايات هي ثلاث رايات، راية سيدنا خالد بن الوليد، وراية الزبير بن العوام وقيس بن سعد، وراية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الراية إلا الناس يسموه مسجد خادم الحرمين أو مسجد الملك فهد، اللي هو عند مدخل الجودرية. لعل هذه الصورة تم تناقلها بشكل واسع وكبير في مواقع التواصل، وصار عليها نقاش كبير. هذه صورة من تصوير هذه الاثنين لمسجد مسجد الراية، مكان ما غزى النبي رايته عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه غزى عند بئر جد قصي بن كلاب الذي أعاد ترميمه جبير بن مطعم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مسار الجودرية المدعى، مرورا ببيت السيدة خديجة، ومرورا بزقاق الحجر لورد فضله في صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد، فألتفت فلا أجد إلا حجرة. هذا زقاق الحجر يعرفوه أهل مكة، وهذا كان الشارع اسمه سوق فاطمة الزهراء أو سوق الصاغة. ولعله هناك الآن في دراسات لإعادة تصوير المكان بالخرائط ثم دخل وقريب من بيت السيدة خديجة المولد النبوي شعب بني هاشم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الحرام من جهة باب بني شيبة، وقال وكان يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه في عجالة سريعة حاولت أني أكون يعني حريص جدا ألتزم بالوقت. الساعة أستعرض معاكم أكثر من 42 موقع تاريخي نبوي تاريخي إسلامي، إن شاء الله أكون وفقت. أتمنى عليكم تنطلقوا لإحياء السياحة الداخلية مع بداية الأسبوع القادم، فرصة وتحافظوا على التباعد وعلى الشروط المهمة في هذا الموضوع، وروحوا تعرفوا على معالم نبيكم، معالم السيرة النبوية، معالم التاريخ، المعالم المحيطة حولكم في دائرتكم. ما أحد يخرج أكثر من 70 كيلو، إلا يبغى الخضار والطبيعة عنده برزة مكة، إلا يبغى التاريخ والسيرة النبوية عنده الرجيع والوطية وبسد الفتح، واللي يبغى التاريخ عنده القرى التراثية وعنده سوق المجنة التاريخ، وعندكم حضارة واضحة. إحنا أخوان ما تحدثنا إلا فقط عن مسارين فقط، مسار الفتح ومسار الحديبية اللي هي من جهة شمال مكة، ما أخذنا لا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب، وهذه معالم تاريخية أخرى تحتاج حقيقة دراسات ومحاضرات ولقاءات وأشياء أخرى. شكرا لكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. إن شاء الله تكون بس الرحلة حقت 1071 رحلة خفيفة، تكون استمتعتوا فيها، عطشناكم ما شربناكم موية ولا عصير، لا
لكن إن شاء الله تكون فيها زاد نبوي ومعين تاريخي. نحتاج إن شاء الله إنه أخواننا المرشدين السياحيين يكونوا يعني مستعدين لهذه المهمة لتسليط الضوء على معالم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم، الله يبارك فيكم، أنا جاهز لأي سؤال. شكرا لكم سعادة الدكتور، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة نشكركم على هذه يعني الرحلة الماتعة التي استمتعنا، وكأننا يعني في المواقع، وكأننا ما شاء الله بجميل طرحكم وأسلوبكم الشيق سعادة الدكتور. الله يبارك فيك، أنا تحت أمركم. الله يكرمك. في المجال للأخوان. الله يكرمك. أنا تحت أمرهم، أي سؤال أي سؤال. يعني سامحوني أنا ماني قادر أقرأ الشات، أنا كنت أتكلم، فلو في الشات أي استفسار ممكن تطرحوه سيدي. الله يبارك فيكم. جميل. الله يكرمكم سيدي. في سؤال هنا من الأخ فيصل يقول: ما هو البر الذي قتل فيه 70 قارئ؟ يقول جهة الكامل أو شيء. فين؟ عفوا السؤال. عيد السؤال الله يبارك فيك. يقول: ما هو البئر الذي قتل فيه 70 قارئ؟ أبشر سعادة الدكتور. يقول: ما هو البئر الذي قتل فيه 70 قارئ جهة الكامل؟ اللي هو الرجيع اللي كنا نتكلم عنه، الصحابة اللي ذكرنا أسماءهم، ذكرنا مجموعة من الصحابة إحنا اللي النبي اللي هم أرسلهم عشان يعلموا القرآن، فغدروا بيهم جهة الرجيع اللي هو جهة الوطية، اللي هو قلنا منهم سيدنا مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاص بن ثابت وخبيب بن عدي، اللي أخذوه وصلبوه بعدين في غريب مكة، وزيد بن الدثنة وسيدنا عبد الله بن الطارق، هذول قتلوا غدرا على ماء الرجيع يبعد عن عسفان حوالي 15 كيلو. جميل. اللي هو هذا تقريبا، هذا مكانه. وأيضا سؤال. نعم الآن في ربما مداخلات صوتية سعادة العميد، إذا كان ممكن يتاح لهم الله يكرمكم. سعادة العميد الدكتور محمد مشاوير، أعطيناك الأولوية بس نبغى محاضرة عن غار ثور وغار حراء، يلا تفضل. إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وائل حلبي أخوكم من مكة ومن حي المسفلة. بداية أشكر الدكتور سمير على هذه الرحلة، واللي دائما أستمتع بصراحة سواء أقرأ ما يكتب أو أشاهد ما يعرض. جزاك الله خير، كل الجزاء إن شاء الله. وأنا متأكد إن شاء الله اليوم أنا كنت في زيارة، ربنا أكرمني بزيارة لجبل غار حراء، ومتأكد 100% إنه إن شاء الله زيارتك القادمة ستبهر بالشيء اللي صار، وإن شاء الله حيكون في نقلة كبيرة للخدمات اللي تقدم لمن يزور هذه الأماكن بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الثواب لكل من يعمل في المحافظة على هذه المواقع. سيدي، بس أنا عندي كان استفسار، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، البعض يقول أنه من ناحية الحجون ويستدل بثنية كداء، فإيش رأيك في هذا القول؟ شكرا. أيوة، خلينا نستعرض معك الصورة عشان بس تكون أقرب للحديث. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل عند ذي طوى وزع الجند على ثلاثة جهات. جهة سيدنا خالد بن الوليد دخل من جهة لتقريب الصورة من جهة جبل الكعبة، حارة الباب، الشبيكة، وقابل النبي تحت الصفا، هذا مسار سيدنا خالد الوليد. سيدنا الزبير العوام وقيس سيدنا أبو عبيدة لا، طلعوا من جهة ثانية كداء، موعدنا كداء، القصيدة اللي قالها سيدنا حسان موعدنا كداء. هذه لأن هي طلعة لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطر مع جيش معه 4500 صحابي إنهم يصعدوا هذا الجبل، لأنه ثنية عالية مرتفعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل من جهة ثنية الأكحل اللي هي ريع الكحل، ودخل من جهة شارع الجزائر، ونزل من هناك من وادي فخ
هذه الرواية نرويها طبعاً رواية عن الدكتور معراج مرزا لما وقفنا معاه على الطبيعة الجغرافية عشان نحدد هذا المسار. ونزل من وادي فخ من أعلى مكة، نزل جهة ثنية أذاخر، أصبحت مكة أمامه. شوف النبي كأنه جاء من هذا الطريق، كان شايفين الصورة، النبي جاء من أعلى مكة من جهة أذاخر ونزل بهذا الطريق. ولما جاء سيدنا الزبير من ثنية كداء من الحجون، قابلوا النبي أسفل، قابلوا النبي في هذه المنطقة. عشان كده تلاحظ في مكانين، مكان غزة الراية، راية الزبير بن العوام سيدنا قيس بن سعد، وراية سيدنا النبي. طبعا هي ما حد يستطيع يا دكتور وائل أن يجزم يقينا أنه بهذه الدراسة هي صحيحة، هي كلها اجتهادات عشان نحط على السطح، عشان لا يأتي أحد يعترض علينا أو يعترض على آخرين، هي كلها اجتهادات. النصوص حمالة أوجه، وكل واحد حسب النظرة وحسب الزاوية اللي هو يستطيع أن ينظر إليها. هذا اللي احنا وصلنا إليه بنتيجة، وناقشنا هذا الموضوع حتى في مركز أبحاث الحج، وأعتقد أن ممكن وصلنا معهم إلى نتيجة. منهم من يقول لا، أن النبي ما وصل حتى بئر طوى، إنما اعترفوا بالوادي، يقول لك وادي ذي طوى، لكن بعدين رجع من جهة الثنية الخضراء ودخل من جهة أعلى مكة ونزل من أعلى مكة إلى المسجد الحرام. عبير فكيران، شابت واضحة بس إن شاء الله. عبير فكيران مايك لكي برضه. طبعا بس دقيقة دكتور سعادة العميد، أنا بدي أشكر الدكتور وائل، وخاصة أولا لأنه مستشار هيئة الملكية، وبيقول لنا ترى بشائر حلوة إنه 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 غار حراء اللي هو كان فيه، وإنه حتكون المشروع مبهر، وثقوا تماما إنه المشاريع القادمة إن شاء الله حتكون بنفس المستوى اللي حتكلم عنها الدكتور. عشان كده طلبنا من الاستضافة يعطينا إيش أحد التحديثات غار حراء وغار ثور. إن شاء الله إنه يوفي بوعدك. إن شاء الله بشيعة الله. عبير أعطاك الفرصة طيب. بس لازم توفي بوعدك. إن شاء الله أبشر أبشر. السلام عليكم، شكرا لك سعادة العميد مبادرة العلم النافع، شكرا لك دكتور سمير على هذا الطرح الجميل، والله يبارك لك في علمك. سؤالي لو تكرمت دكتور سمير، مسار الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل، طبعا لما جاله خبر انه قريش يعني بتهم على قتله، غير الطريق، واثناء سيره بركه القصواء في مكان، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه حابس الفيل. هل هذه المنطقه اللي بركت فيها القصواء هي منطقه الرجيع ولا منطقه ثانيه في مسار الحديبيه؟ لا بس خليني بس دقيق، شكرا لك، الله يبارك فيك اختنا الفاضله استاذ عبير. الرجيع قصته ليست لها علاقه بالحديبيه، النبي لما لا انا بسأل المنطقه طيب. اللي بركت فيها القصواء، انا ما بسأل، انا الان ما بسأل عن اسم المنطقه، عفوا عن كلمه الرجيع، انا بسأل المنطقه اللي بركت فيها القصواء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طبعا قال حبسها حابس الفيل. قيل إن هي في الحديبية، قيل في الحديبية جهة البئر في ذيك المنطقة. في ذيك المنطقة يعني قريبة من البئر. نعم. أوكي شكرا لي. لأن بينه وبين حدود الحرم مسافة كلها يمكن 2 كيلو. أوكي شكرا لك. الله يبارك فيك. دكتور ألباني الإدريسي بحاول فك لك المايك، فكه من عندك. سوي أنميوت من عندك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله سعادة الدكتور وجزاكم الله خير، الله يحفظكم ويبارك فيكم على هذا الجهد الطيب. أنا عندي سؤال، أين تقع دار السيدة خديجة رضي الله عنها التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين مكانها بالضبط؟ هل هي قريبة من المكان الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هي قريبة من، يعني نريد تحديد مكانها بالضبط؟ الله يجزيك خير يا دكتور. طيب جزاك الله خير، شكرا لك يا سيدي، الله يبارك فيك. خلينا أول شيء نحدد فين مكان ولادة النبي. طيب الله يسلمك. نعم بس دقيقة أرجع لك بالصورة. أيوه عشان بس مكان ولادة النبي، لأنه هناك في خلط كبير. دقيقة، في خلط كبير ما بين بيت النبي وبيت عيشة الزوجية وبيت السيدة خديجة. مكان ولادة النبي عليه الصلاة والسلام يا شريف، هذا هو اللي هو مكتبة مكة المكرمة، هذا بيت جده وبيت والده عبد الله بن عبد المطلب.
اللي هو الآن مكتبة مكة. النبي عاش في دي البقعة 6 سنوات من عمره. لما ماتت والدته كفلوا جده، ثم أخذوا عمه أبو طالب في الشعب، شعب بني هاشم. الشعب على اليمين، يصير على يمين المكتبة، هذا الشعب. وعاش النبي في الشعب 19 سنة. لما صار عمر النبي 25 سنة عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى هذا البيت اللي هو بيت السيدة خديجة. هنحدد لكم فين تقريبا مكانه. بيت السيدة خديجة، النبي عاش في بيت السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه حق الرضا 28 سنة من عمره. 15 سنة قبل البعثة، و13 سنة اللي هي بعد البعثة، بعد نزول الوحي اللي سموها الفترة المكية. في هذه البقعة النبي تزوج أمنا السيدة خديجة، أنجب منها أولاد منها سيدنا القاسم والطيب وعبد الله، سيدة زينب وأم كلثوم وسيدة رقية وسيدة فاطمة الزهراء. وحتى لما تسمعوا قصة إنه سيدنا جبريل لما جاء للنبي قال إنه الله يبلغ، يقول لك يا رسول الله أبلغ خديجة السلام. هذه البقعة نفس مكان بيته رضي الله تعالى عن أرضاه حق الرضا، لما قالت هو السلام ومنه السلام. كل القصص اللي تسمعوها الفترة المكية كلها حدثت في بيت أمنا السيدة خديجة. الآن حنيجي فين مكانها بالتحديد. شوف في صورة هنا، لو تدقق الصورة التي في الوسط شايفينها، في صورة في الوسط، في باب اسمه باب بني شيبة. لو خرجتوا من باب بني شيبة مسافة يمكن 50-60 متر حتحصلوا في أرض مرتفعة، هو حوالينا الأرض المرتفعة حوالينا. طبعا ما حد يستطيع يجزم إلا اللي هم أصحاب المشروع، عندهم الآن الخرائط وعندهم الرسومات. إنما في هذه البقعة في حدود تبعد عن الله يكرمكم مبنى الخدمات العامة حوالي 30-31 متر. في دي البقعة تقريبا 17 متر في 13 متر تقريبا، حسب دراسة معالي الشيخ أحمد زكي يماني في كتابه عن السيدة خديجة، إنه حددوها في هذه البقعة تقريبا، في هذه البقعة تقريبا. منهم من يقول هنا، منهم يقول هنا في الطرف، المهم إن هي في هذه البقعة. يعني لو خلينا خيالنا واسع أخذنا قطر 50 متر في 50 متر أو 100 متر في 100 متر، المهم كل الأحداث والقصص النبوية التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت في هذه المنطقة. إن شاء الله تكون وصلنا والشرح وافي يا دكتور الباني. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يحفظك، وافي، الله يحفظك، بارك فيك. طيب تفضل يا سيد. طيب الآن لدينا سؤال على الشات، أو نأخذ ربما الله يكرمكم سعادة الدكتور مداخلة صوتية من الأخ إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور إسماعيل كتب خانة، حياكم الله. ولا دكتور حياك الله، الله يعافيكم ويسلمكم ويسعدكم. يعني فعلا هذه محاضرة قيمة أخذنا بها الدكتور سمير برقة في رحلة يعني غاية في الجمال إلين وصلنا إلى المسجد الحرام، وما أشار إليه إلى مر الظهران هذا اللي هو الآن معروف وادي فاطمة. فعلا هذا مر الظهران، يعني كما ذكروا سعادة الدكتور إنه من مسمى من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لأنه قد يكون سمي بذلك لكثرة مرور القوافل كانت التي تأتي، فسمي بمر يعني للمرور. وهناك أيضا أقوال أخرى، وقد كان يسمى أيضا يقولوا الوادي الأحمر لكثرة فيه المعادن، وأيضا يسمى الوادي الأخضر لكثرة الأشجار. فله يعني مسميات كثيرة، وكما ذكرت أنه أيضا يسمى وادي فاطمة، والأشياء اللي ذكرتموها بالتفصيل حول هذا الشيء. في هناك يعني دراسة قامت بها واحدة باحثة يابانية اسمها موتوكا كاتاكورا عن منطقة وادي فاطمة، ودرست هذا في عام 1970 ميلادية، يعني قبل حوالي 50 سنة، وأمضت في المنطقة وادي فاطمة هذه اليابانية سنتين كاملة، وهي عملت دراسة أنثروبولوجية واجتماعية
درست يعني هذه المنطقة دراسة تفصيلية للعادات والتقاليد والقيم، وبالذات ركزت على قرية البشور، اسمها قرية البشور، هذه اللي يجي من جهة حدة، يعني هي أول قرية على اليمين قبل ما يصل إلى قرية الجموم. وطبعا في البداية واجهت صعوبات، امرأة يابانية تأتي وتدرس، لكنها استطاعت أن تقوم بهذه الدراسة وأخرجتها في كتاب باللغة الإنجليزية، طبعته جامعة طوكيو، أيضا ترجم للغة العربية، ترجمناه الحمد لله، فهي وعملنا عليها دراسة تتبعية. فمنطقة وادي فاطمة حتى كانت دراسة بالدكتوراه كان أكثر في هذا الوادي اللي هو بالذات عن موضوع المشاركة الأهلية ودورها في تنمية المجتمعات القروية. فيعني حاجة ذكريات جميلة فيها، حتى كثير من الأشراف، الرواجح، البركاتية، العنقاوية وغيرهم وغيرهم. أسأل عن الشميسي، لماذا سميت الشميسي؟ لأن هي منطقة، هذه يعني قد يكون يعني حاجة غائبة عني، لماذا سميت منطقة الجهات الحديبية هذه اللي اسمها الشميسي؟ هل يعني لها يعني أي معلومة إن لماذا سميت بالشميسي؟ بارك الله فيكم وشكرا. شكرا لك سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل، أنا سعيد جدا برجل بقامتك، يعني الله يسلمك، نعتمد على حضرتك، جزاك الله خير، وتصاحب المرفوعة المشهورة. طبعا إذا ما تفضلت، مر الظهران لها عدة أشياء، منهم يقول مر معناها قرية ظهران الوادي، من قال من المرارة، ومرة من قال الأخضر، من المرارة، لعدة تسميات. أما ولعل يمكن الأخت اليابانية أظنها مرت بهذه المنطقة، بهذه القرية، هي مرت، هي كان طريق جدا قديم، كان تحديدا الوصف اللي أنت ذكرته عند حدة، هذا تقريبا قريب من حدة. أيوه أيوه تمام، القرية التراثية الجميلة. أيوه طيب، أما لماذا سميت الشماسي؟ طبعا بس عشان سميت الشماسي نسبة لمن سكنها، واحد اسمه شماس حسب ما قرأت، وسميت لها أربعة، المنطقة لها أربعة تسميات: الشماسي نسبة لمن سكن هذا المكان، والحديبية نسبة للشجر، شجر الأحدب، وبيعة الرضوان للآية الكريمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وتسمى الشجرة نسبة لمكان البيعة اللي حدثت عند الشجرة، فهي لها أربع مسميات في مكان واحد. هو يا عفو دكتور سمير، الشميسي هذه قد يكون يقول إنه الأحجار، معظم البيوت في مكة كان يأخذوها من الشميسي، إلا صحيح أنا قلت حتى يسمون الحجر الشماس. إلا صحيح أشهر إلى الآن في مقالع، لعلك تشوفوها فينا في صورة، مقالع إيه تمام، هذا هو مقلع، هذا مقلع لأحد الأحجار، شوفها خلف المقبرة واضح، ولو دخلت جوا في داخل الشميسي المنطقة هذه حتحصلوا يعني بيخرجوا منها هذه الأحجار، وأنا قلت تعت البروف اللي هي نفس الحجر لبيوت مكة القديمة والرواق القديم لمسجد الحرام، كلها كانت تبنى من نفس الأحجار. ميزة هذه الأحجار حقت حجر الشماسي إنها مميزة، مميز بألوانها، مثلا تحصل كل درجات اللون البني، الصفار والحمار، جميلة. صحيح، جزاكم الله خير، بارك الله، الله يبارك فيكم، شكرا لك سعادة البروف، الله يسلمك ويعافيك. الآن لدينا سؤال من الشات سعادة الدكتور، يقول هو بيسأل السائل عن مسجد صغير كان قديما يقول في السوق الصغير أو سوق الليل يقال نزلت به سورة الفاتحة، يقول وحاليا داخل التوسعة، يتمنى من سعادة الدكتور إفادتنا عنه، هل هو قبل المروة وبعد مسجد الراية؟ عيد السؤال مرة أخرى لأنه أنا، طيب سعادة الدكتور، يقول سؤاله عن مسجد صغير كان قديما في السوق الصغير أو سوق الليل يقال نزلت فيه سورة الفاتحة، يقول وحاليا داخل التوسعة، أتمنى من سعادة الدكتور الإفادة عنه، هل هو قبل المروة وبعد مسجد الراية؟ ما أعرف لكن أنا أعرف أن سورة الفاتحة نزلت في مكة لأن هي من الفترة المكية، وأنا حقيقة كنت يعني في أحد المداخلات أماكن نزل فيها الوحي، ما استطعت ان اصل الى اين نزلت سوره الفاتحه تحديدا، بس لعله في خلط، لما في فرق بين السوق الصغير وسوق الليل، السوق الصغير هناك جهه الباب العمره، وسوق سوق الليل في جهه شرق مكه، يا ريت السائل اذا اتكرم عنده معلومه يا ريت يعطيني اياها وانا اكون شاكر له، نبحث فيها لعل نصل فيها الى على الاقل الى دراسه. ترى بالمناسبه نبغى بس ناكد شيء واحد،
كل المعلومات التي بندلي بها ما هي يقينا، هي فقط خاضعة للدراسة والنقاش، لأنه كل واحد حسب نظرته إلى النص هو يستطيع يصل إلى 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 حل. جميل. طيب سعادة الدكتور، هل موقع دار الأرقم بن أبي الأرقم معروف؟ إيه طبعا، متنازل من جهة الصفا. هو الآن لما تبدأ في السعي، أول ما تنزل من الصف تقريبا في 50-60 متر يصير على يمينك. جميل. مع نفس الآن بتمشي عليه أنت. جميل جميل. أنا هو أول وأيضا مدرسة. سوق الليل، ما سبب تسمية؟ جميل، تفضل سعادة الدكتور. إيه طبعا، سوق الليل هذه تسمية حديثة، مش تاريخية، لكن الأصل، خلينا نرجع الأصل لأصله اللي هو ارتباط بمكان ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. سوق الليل لأنه كانت تستمر فيها السوق فيها إلى 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 بعد الغروب. جميل. في الحقيقة الآن عندنا يعني الشات والوقت أزف على الرحيل، أو ربما تجاوزنا، ما ودنا نطيل على سعادة الدكتور، والآن ننتظر مداخلة العميد الدكتور محمد مشاوي. تحت أمرك سيدي، الله يكرمك. الله يكرمك دكتور ويجزيك خير ويرفع قدرك إن شاء الله، يعني آمين. ما زلنا نطمع في المزيد والمزيد، يعني نبغى كل العلوم اللي عندك وزكاة العلم نشره، هذه آثار وهذه نحتاج إلى الكل يكون ملم بها. يعني للأسف نحن أبناء مكة ونجهل بها، ما بالك اللي خارج مكة. الله يجزيك خير ويرفع بك وينفع بعلمك إن شاء الله. ننتظر منك مداخلات أخرى أو يعني لقاءات أخرى نجدولها إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله. أنا بالعكس سعيد جدا، أنا يهمني اليوم كونه إحنا نستفيد، إنه يعني مدام الحمد لله اليوم عندنا رؤية، وعندنا مشروع خادم الحرمين العناية بالتراث الحضاري، وعندنا هيئة ملكية، وعندنا برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أو عندنا هيئة سياحة، وزارة السياحة، وعندنا وزارة الثقافة، وعندنا مراكز أحياء، وعندنا مجتمع مدني، وعندنا ناس مهمين اهتموا بهذه السيرة. فرصة الآن نتعرف على بلادنا، إن شاء الله قد تتاح لي فرصة في قادم الأيام أخذكم في رحلة افتراضية كذلك إذا أحببتم، نروح فيها وادي الفرع ووادي خضرة اللي النبي غير اسمه من غدرة إلى خضرة، وتشوف هناك شلالات ومناظر طبيعية وعيون وجبال ومساجد نبوية، قرى تراثية، معاني، وكلها طرف طريقنا. لما نروح من مكة للمدينة ترى كلها، بس مشكلتنا إحنا كلنا أصبحنا للأسف، أنا أولكم، ما نعرف الخط إلا بخط مستقيم. لكن لو فكرنا بس قليلا، نظرنا يمين يسار، وبدأنا نبحث إيش تقع معالم مواقع تاريخية ما بين اليمين واليسار، حنجد السيرة النبوية كلها في هذه المناطق المباركة الجليلة. شكرا لك سعادة العميد، شكرا لكم. طيب، الله يبارك فيكم. طيب، رتب للرحلة الافتراضية دكتور، هي وغيرها، يعني جاهزين وناس متشوقين، يعني الله يجزيك خير ويكتب أجرك وأجرنا إن شاء الله. شكرا يا حبايب. الله يجزيك. شكرا يا حبايب على دار المحبة والأخوة، دائما نلتقي. حننزل رابط مركز حي المسفلة سواء على الفيسبوك أو تويتر أو على اليوتيوب أو على الواتساب، اللي يحب يتواصل معنا لمعرفة لقاءاتنا متعددة. نستضيف من أمثال الأفاضل الدكتور سمي بركة وغيرهم في مجالات مختلفة، بقصد نشر الثقافة وإشغال الناس بما يفيدهم تطوعيا. يعطيكم العافية، أحتاج منكم الدعاء. الله يجزيكم خير، درب المحبة والأخوة، دائما نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هذه روابط أول واحد هنا شوفوه، أطورها ليه تنضافوا في الواتساب، تعطيكم الإعلان المركز، والثانية تيليجرام والفيسبوك واليوتيوب والديوان الحي، ويعطيكم العافية إن شاء الله. الدعوة عامة للجميع، من يجد نفسه من الحضور عنده القدرة لإفادة الآخرين في تخصصه، يكون متخصص ومتميز، يسعدنا استضافته. الدعوة للجميع، من يرى مواضيع مناسبة للطرح اجتماعيا يسرنا تلقيها، يعني بنحاول نجتهد
أن ننفع الجميع بما يمكن. يعطيكم العافية إن شاء الله.